نداء أجوبتي. استيقظت متأخرا في الصباح، أفطرت وجلست أحاول جمع أغراضي وكتبي، فما أن أحمل كتاب البارحة حتى تسقط ورقة بيضاء وجد بها بعض الخطوط من الحبر المتناسقة لتعطي شكلا بدا مألوفا للوهلة الأولى. استغربت إذ لم أذكر أني وضعت ورقة مثلها في أحد كتبي. جلست أحللها لعلي أذكر شيئا من صنعي لها، فوجدت بعضا من الكلمات ذات المعنى الفارغ، وبعض الأسطر بدت مثل الرموز البرمجية. فقهت منها بعض الكلمات التي كانت تقول: سر إلينا، لا تركض، بل خذ بعزم نحو أمرنا لترقى، رافق رغباتك فتسير إلى ذلك المكان. ورسم بقربها بخطوط غير محدودة شكل يشبه منزلا أو كوخا قديم. زاد توتري مرة أخرى فأكملت قراءة ما كتب: نحن عالقون هناك، المكان مظلم، أنقذنا. بعد أن وقفت مصدوما أسأل عن من قد اقترب لكتابي، قالت لي أختي: أنت من استيقظت ليلة البارحة وبدأت تخطط في كتابك، ألم تكن مستيقظ؟ تعجبت لأمري، ما هذا؟ هل كنت أحلم فعلا؟ لم أتوقف عن هلعي ذاك إلا بعدما التقيت بصديقي حسن لنتمشى خارج احتمالات ذلك المرض. كنت خائفا في البداية من ردة فعله السلبية التي قد تطبع في خاطري ويزيد خوفي، فقررنا الذهاب إلى مبنى يوم لم نستطع دخوله بداعي تأخر الوقت. في طريقنا إلى هناك حكيت له قصة نوبة الدوار والأصوات تلك التي أصابتني، وعن عبارات في ورقة كتبتها حين كنت نائما، فنظر إلي بارتياب قائلا: ربما هذه بدايات جنونك. ما إن أردت أن أنذره بعدم تعميق حالتي المساءة حتى قاطعني ورأسه ثابت اتجاه مسيرنا ويقول: هل تثق في حواسك قطعا؟ من طريقة كلامه لم يبدو سؤاله موجها إلي، فأكمل: لست هنا دون طاقة تقود قصتنا إلى نهاية واحدة، فالخلل أحيانا يوجد ليخدمنا، يساعد في التشبث بالمسار الصحيح الذي رسمته لنا الآلهة. أحسست أنه يتكلم عن شخص يوجه أفعالي، يتواصل معي. أوقفته وأجبته مازحا: إذا أنا رسول؟ فصار يلوح برأسه يمينا ثم شمالا ويقول: قد يختارك أرقى من خيالنا لتنيرنا بما لم يأتي به بشري إلى حد لحظتنا هذه، وقد تكون طفرة إدراك ما خفي عن حواس العامة لتكون البداية، لكن سوف تتحمل ما لا يحمل عقل بشر، فستكون فجوة يطل منها كل جنسنا لنسمع خواطر وجودنا تتكلم، بل تنصحنا في اختياراتنا كحاسة جديدة لنتطور في اتخاذ قرارنا ثم الفلاح، وكأنها مساعدة من أحكم إله في الوجود. لكن ماذا عن تابعات هذا التطور؟ قبل أن يتعمق حسن ويسقطني في احتمالات أخرى تزيد من دواري، أوقفت سيل طرحه واستمرينا في المضي إلى هدفنا. بعد أن تمكنا من الوصول إلى وجهتنا وقبل الدخول جلسنا نستريح قليلا، في حين أريه الورقة المخططة بالحبر التي رسمت مني أو لا أدري، ما إن فتحتها حتى ظهر ذلك البيت المرسوم في الورقة، وهو يشبه ذلك المبنى الذي نقف عنده. انبهرت من التشابه بينهما وقلت في نفسي: كلا، لا يمكن. هل علقت صورة هذا المبنى في عقلي حتى رسمته وأنا نائم؟ أم إن سر مرضي أو قدرتي موجود داخل هذا المبنى؟